أول مرة أشارك في هذا التدريب هو تدريب الموسيقى، حبيت كتير، ورش كتير بتجنن، استمتعت فيه، طلعت كل الحزن اللي فيه، استجمعت قوتي وعرفت أدوات ثانية، عرفت آدات التشيلو، كتروين. دربت فئة الشباب على الأساسيات الموسيقى والتعرف على الموسيقى بشكل عام والتعرف على الآلات وأنواع الموسيقى الشرقية وغربية. كانت تجربة ممتازة كتير، تفاعل الشباب بشكل كتير غير متوقع، كان عندهم شغف كتير كبير في التعرف على الموسيقى، وصراحة كانوا حابين إنه يتعلموا أكتر. هذا المشروع كان كتير مميز لأنه صار فيه دمج بين الشباب اللي هو إحنا وبين الأطفال. أنا صراحة هي أول مرة أتعامل مع أطفال خصوصاً في الموسيقى. كان في طاقة وحيوية مش طبيعية من ضمن الأطفال. في الأطفال هاي كانت أول مرة تشوف آلة موسيقية على أرض الواقع، تمسكها تسمع صوتها، وتعلمنا أكثر عن الإيقاع الجماعي، كيف يضبط الإيقاع بشكل جماعي، وهذا إشي نمى عندهم إنه كيف يسمعوا بعض هم كفريق، كيف إحنا كمان نسمعهم كشباب يعني. والموضوع كان منا إلهم ومنهم إلنا، كانوا دائما يتحمسوا إنه للقاء، كل يوم يسألوا على اللقاء الثاني وييجوا أبدر منا عشان هم كثير متحمسين للقاء. شوفي هم الصعب وين بلا بالغامق.